بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي شرح جديد إن شاء الله إزاي نمسح جميع الملفات الموجودة على الهارد، سواء الهارد ده أنت كنت هتبيعه أو هتديه لحد، بس أنت خايف حد ياخد البيانات اللي عليه، حتى برضو بعد ما أنت عملت له فورمات أو تقسيم جديد. طبعا باستطاعتك أنك تعمل استرجاع للبيانات بتاعتك عن طريق البرامج اللي هي بترجع الملفات، بس انا اقول لك على طريقه تعمل طمس الملفات ديت، يعني بيبقى مستحيل حد يقدر يوصل لذاكره التخزين اللي كانت موجوده على الهارد. طيب قبل ما نبدا الشرح، انت لازم تدخل على اللينك الموجود اسفل الفيديو علشان تنزل برنامج سي كلينر. البرنامج ده اللي هيعمل مسح للملفات بتاعك. طب برنامج بسيط جدا، انت هتعمله داونلود على طول بالطريقه اللي هي المجانيه زي ما انت شايف هنا كده، بعمل تنصيب وبعد ما اخلص تنصيب ابدا افتح البرنامج. زي ما انت شايف البرنامج ده، واجهة البرنامج بالشكل ده كده. طبعا بيعتمد على حسب سرعة الجهاز بتاعك، هيخلص معاك بوقت اسرع. اول حاجة بروح هنا على حاجة اسمها تولز، واضغط على تولز هنا، بعد كده درايف ويبر. بيظهر لي هنا عدد البارتيشنات الموجودة على الجهاز، وممكن كمان اختار البارتيشن اللي انا عاوز اعمل له طمس الملفات. اول حاجة بختار هنا اللي هو ان انا يمسح جميع الملفات، all data will be erased. بعد كده بختار هنا درجات الامان بتاعي اللي هو يعمل طمس. عندك درجه اولى، وفي 3 درجات، وفي 7، وفي 35، وده اقصى حاجه. انا برجح انك تبدا من 35 وانت فوق. طيب على حسب سرعه الجهاز بتاعك، طبعا هو هيخلص معاك بسرعه. انا بختار رقم 3، ولو انت عايز تختار 7، عايز تختار 35 اللي هي اقصى حاجه، مفيش مشاكل، براحتك. بعد كده بختار البارتيشن اللي انا عاوز اعمل له طمس او حذف لجميع الملفات اللي كانت عليه. خلي بالك انت لو هتعمل الطريقة ديت، مستحيل انك ترجع الملفات اللي موجودة على الهارد، خلي بالك مستحيل ترجع الملفات. فانت لو عايز حاجة تقدر ترجعها بعد كده، تعمل اللي انت عايزه براحتك. انا حددت البارتيشن هنا، بضغط على ويب، بكتب هنا الكلمة دي اللي هي E-R-A-S-E، تمام. بضغط على اوكي، وهيبدأ يعمل طمس وحذف للملفات بتاعي، وقلت لك على حسب سرعه الجهاز بتاعك. هو بيستغرق الساعات، عندي هنا 6 ساعات و16 دقيقه. نوع الجهاز كوراي 3 رامات 6، طبعا ده بيديك امكانيات الجهاز فوق هنا كده. انا خلصت شرحي، اتمنى يكون الشرح عجبكم. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.